اهلا بحضراتكم من جديد. عدنا ويشرفنا الخبير الاقتصادي الاستاذ ايهاب سعيد، والنهارده فقرتنا الاقتصاديه منورنا يا فندم. الله يخليك. اسمح لي قبل ما ندخل في تفاصيل الاقتصاد، كان بيشرفنا الاستاذ عماد الدين حسين والنائب احمد زيدان، وكنا بنتكلم عن المؤتمر الوطني الاول للشباب يعني نتائج سياسيه وكيف يمكن تفعيلها وغيره. على المستوى الاقتصادي بقى، الملف الاقتصادي كان واضح جدا وحاضر في المؤتمر، وكان وزير المالية وكان محافظ البنك المركزي ويعني كل رجال الاقتصاد تقريبا المسؤولين رسميا كانوا هناك. هل تأثر الاقتصاد إيجابا أو سلبا بمدار في المؤتمر من مناقشات؟ هل وصلتكم أي رؤى يمكن الاستناد عليها لتطوير الاقتصاد أو أزمة سعر الصرف وغيره؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا طبعا ما وصلتش حاجة، لأن المسألة لم تخرج في عن طور المناقشات يعني، وتوصيف للأزمات اللي احنا بنحلها اللي احنا بنعيشها وبعض الحلول. بس محافظ البنك المركزي كان بيسجل مع قنوات هناك. ما هو محافظ البنك المركزي قال لنا ما تنزعجوش. هو قال يعني الناس ما تنزعجش، والناس عندنا بتنزعج بسرعة، مش المفروض ان الناس تنزعج بسرعة. والحقيقة أنا مش عارف الناس تنزعج عند رقم كام، يعني إذا كان هو الأرقام اللي احنا بنسمعها دي ما ننزعجش عندها، طب هننزعج امتى؟ خاصة وإننا مش شايفين إجراءات من قبل البنك المركزي حتى الآن، والأسعار مش واخدة ترند بقى، لا دي واخدة صاروخ. صاروخ يعني، مش الدولار بقى هو اللي طالع، لا الجنيه هو اللي بينزل وبينزل بشكل قوي جدا، وده واضح في الذهب وواضح في الدولار. وطبعا الناس عندها فوبيا، واللي حاصل دلوقتي بأمانة شديدة إن الناس مش عايزة تسمع أي حاجة في أي حاجة إلا لما تعرف أزمة الدولار دي هترسي على إيه، خاصة إن زي ما حضرتك عارف البلد تقريبا دلوقتي متوقفة، يعني إنتاجيا متوقفة، حركة بيع وشراء متوقفة، معظم التجار كلهم حاطين السلع عندهم وقافلين عليها مش عايزين يبيعوها، بعض كبرى الشركات بتطلع اختراقات للفروع بتاعتها تتوقف عن بيع سلع محددة لحد ما الأمور تتضح، فإحنا في حالة توقف كامل. المسألة يعني بتزداد يوم عن الآخر، والحقيقة مش شايفين أي حلول على الأرض يعني. وحتى لما تذكر حضرتك في موضوع البرنامج الإصلاح الاقتصادي، لما أعلن في شهر 8 كان المفترض إن هيكون، كنا متوقعين كده والحكومة كانت قالت كده، إن على آخر سبتمبر هيتم الاتفاق مع صندوق النقد، اعتبار إن في مناقشات سابقة كانت المفروض قبلها بثلاث أربع شهور، وبالإضافة طبعا لمسألة إن إحنا بكتير وعلى شهر 10 هنكون عدنا إلى سوق السندات الدولية مرة تانية لطرح 3 مليار دولار. دلوقتي لقينا الموضوع بيتأجل تباعا. طيب تصريحات كريستين لاجارد تحديدا بتقول إن إحنا قربنا ناخد الفلوس ولا عندنا مشكلة؟ خليني أكمل لك طب في الحتة دي، هقول لك على تصريحات كريستين لاجارد. طبعا هو الرئيس اتكلم في جزئية في ندوة سعر الصرف وقال كلام مهم جدا. بعيدا عن الموضوع الجزء اللي في الآخر اللي هو يعني بعض الناس تندروا عليه وكده، بالظبط، لا هو قال جزء مهم جدا، اتكلم على الاجراءات الحمائيه. وان الاجراءات الحمائيه دي المفترض لما تتخذ هذه الاجراءات، الاجراءات الاقتصاديه بطبيعه الحال هيتواكب معها اجراءات حمائيه. واتكلم على 8 مليون كرتونه واللي بيعدوهم القوات المسلحه، وقال ان احنا مش عايزين نستنى شهرين او 20 يوم تحديدا لحد ما نبتدي ناخد هذه الاجراءات. الاجراءات دي هتبقى فور اتخاذ الاجراءات الاقتصاديه. هنا دي اشاره ان الاجراءات قاربت على الاتخاذ. بس على فكره انا كنت حاضر الندوه دي وهو قال كده، قال محدش يفهم طبعا ان احنا بنعمل بالتأكيد. دي علشان دي بالتأكيد. يعني مش اشاره ولا حاجه، لا ما اصل هي احنا بنربط دي مع حاجات تانية، يعني احنا بنربط دي مع القرض بتاع الصندوق، مع تصريحات رئيس الوزراء، لان في قبل المؤتمر الشباب كان في حوار كبير مطول لرئيس الوزراء، ودي كانت يمكن المرة الثانية اللي بيظهر فيها رئيس الوزراء إعلاميا من يوم ما تولى الوزارة، وبالتالي دي كلها احنا بنربطها كمؤشرات بنربطها مع بعض. لكن المهم هنا ان جزئية الإجراءات الحمائية دي، هل الإجراءات الحمائية دي هتكون كافية للأسعار وتأثيرها السلبي اللي ممكن يحصل على الناس؟ أنا هنا يعني وزي ما قلت لحضرتك قبل كده كتير، ما بيقلقنيش مسألة الإجراءات الحمائية بقدر ما هي قلق الحكومة. يعني الحكومة والدولة عندها ذعر كبير جدا من أن الإجراءات دي ستؤدي إلى طفرة مخيفة في الأسعار، والحقيقة من الواقع مش كده. يعني إذا اتكلمنا بس طب على استنادا على إيه يا أستاذ؟ هقول لحضرتك، لو اتكلمنا بس على تحريك سعر الصرف اللي هو عامل الفوبيا دي، تحريك سعر الصرف إحنا متفقين
انا وحضرتك من فتره طويله ان الاسعار بتتفاعل تلقائيا مع اسعار الصرف الموجوده، والا ما كانتش الاسعار بتزيد وبعض السلع بتختفي. يعني جزء من ازمه سعر السكر جزء منها هو سعر الدولار، هو عدم وجود الدولار. سلع كتيره بقى على هذا الاساس، سلع من الادويه عندك، الارتفاع اللي بيحصل يوميا في اسعار السلع ده ناتج من ايه؟ ناتج من ان الدولار بيرتفع وبيصل الى 17 جنيه وكل يوم في زياده في اسعار السلع. ده معناه ايه؟ وزي ما قلنا برضو قبل كده ان المركزي ما بيغطيش كل حجم الواردات بتاعتك اللي بتيجي من بره. صحيح الواردات تراجعت خلال النص الاولاني من العام الحالي، لكن برضو ما زال رقم كبير. الجزء ده كله بيجي من السوق الموازية، يبقى معنى كده ان الاسعار محسوبة بالكامل على اسعار السوق الموازية. صحيح ممكن يحصل اختلافات وبيكون برضو المركزي بيغطي واردات. امال ال 120 مليون دولار دول بيروحوا فين كل شهر؟ كل اسبوع احسبهم حضرتك، 120 مليون دولار يعني كم في الشهر؟ 120 مليون دولار يعني حوالي نص مليار. مليار في 10 يعني ما يجيبوش 6 مليار دولار. انت فاتوره وارداتك حوالي 6 مليار جنيه، فاتوره وارداتك حوالي كام؟ 90 مليار دولار في الشهر، في السنه، في السنه، في السنه. ما هو يعني انت حوالي انت بتقول 5 نص مليار دولار شهريا، يعني 6 مليار دولار سنويا. فاتوره الواردات بتاعتك اكتر من 80 مليار دولار، عشان في ارقام متضاربه ما بين مصلحه الجمارك وما بين وزاره الماليه. وبالتالي الرقم ده لا يمثل شيء من فاتوره الواردات، حتى وانت تراجعت، يعني هي تراجعت النص الاولاني حوالي 4 مليار او 5 مليار تقريبا، برضه ما زال الرقم بعيد جدا. كل الرقم ده بيجي منين؟ بيجي من السوق الموازيه، او بيجي من اموال الخليج اللي هي العاملين بره، بيروح السماسره يلموا الفلوس ويطلعوها يغطوا بيها استيراد سلع من الدول اللي احنا بنستورد منها مباشره، وما بقتش الفلوس بتدخل جوه الدوله لا عن طريق السوق الرسمي ولا عن طريق السوق الموازي. فمعنى كده ان الاسعار محسوبه ضمنيا على سعر السوق الموازي، والمركزي عارف كده، وصندوق النقد صرح بكده اكتر من مره، وكل الناس قالت عشان الامور مش ماشيه بالعقلانيه دي. لان لما جت مثلا قانون القيمه المضافه على اول سلع زادت السلع اللي مش مطبق عليها قانون القيمه المضافه، عشان ده الاثر الغير مباشر. هو ده اللي يحصل لما الدولار افندي ياخد حقه دلوقتي، مش هو طبعا لازم هيبقى فيه زياده، لكن اللي انا بقوله ايه؟ مش بالقدر اللي عامل الذعر ده كله. ما هو انا النهارده الاسعار زادت عليا 200% 300% على مدار السنتين اللي فاتوا دول. ما هو مش الدولار ده كان ب 7 جنيه وصل ل 17 جنيه، يبقى الاسعار زادت بنفس النسبه. طب 17 دلوقتي؟ ب 17 17 يعني ممكن اكتر كمان يا صلاه النبي. فبيقول لك الدولار بقى للكبار فقط دلوقتي يعني. فبالتالي انت الزياده دي كلها حصلت في اسعار السلع. لو الاسعار زادت 15 20% كمان، مش هي بحالة الهلع الكبيرة اللي عاملة عند الحكومة كل هذا القلق والخوف والمخاوف من تحريك سعر الصرف؟ الجزء اللي ممكن يعمل قلق شوية هو دعم الطاقة، ودعم الطاقة الحكومة ماشية في برنامجها، ورئيس الوزراء قال هذا الكلام برضو في حواره، ماشية في برنامجها وعملت خفض في دعم الطاقة عفوا سواء في الوقود أو في الكهرباء. يبقى بالتالي مفيش داعي كل المخاوف الفظيعه دي وكل التمهيد الكتير ده وكل التاخر والتباطؤ اللي في النهايه بيؤدي زي ما قلنا لكل المخاوف اللي حاصله في السوق دي، لكل الارتفاعات المبالغ فيها اللي في الاسعار. طبعا يعني خلينا متفقين ال 17 جنيه ده مش كما يعني كلام جنوني يعني خزعبلي. اظن ده غير تقدير جزافي زي ما بيقولوا كده ده خزعبلي. مفيش حاجه اسمها كده. ماركت بنقول عليها ماركت مينيا يعني او فوبيا السوق يعني ده بيبقى وطبعا خليني اقول لك زي ما كل مره بنقول مرحليا يعني احنا عند ال 13 او ال 14 لما قلنا ان برضو الاسعار مبالغ فيها لكنه مرحليا، لان مرحليا دي بتعني ايه؟ بتعني اذا لم تتخذ اجراءات اصلاحيه يبقى هتبقى السعر ده مجرد مرحله بتنزل منه وترجع تاني. انت هنا برضو قلت لنا قصه ان الناس بتتكلم على 20 مستحيل. لسه بقول لك ايه؟ لسه بقول لك دلوقتي هنوصل. لسه بقول لك مرحليا. يعني ايه مرحليا؟ يعني لما جينا عند ال 13 وال 14 وقلنا الاسعار هنا لازم هتبقى فيها هبوط بسبب المبالغه الشديده. المبالغه دي زي السوق بالظبط، زي اسعار الاسهم بتتحرك، بنقول عليها موفن ترند، الاسعار بتتحرك في اتجاه، فبالتالي بتطلع شويه وبعدين ترجع تريح شويه وبعدين ترجع تطلع تاني وتجيب هاي جديد وبعدين ترجع تريح وتطلع تجيب هاي جديد تاني. هي نفس القصه، طول ما مفيش اصلاحات وفي تباطؤ هتبص تلاقي الاسعار بتطلع وتيجي عند منطقه معينه وتريح وبعدين تطلع تكسر الهاي السابق. زي ما من شهرين كنا بنقول ان الفير فاليو قرب ال 10 ونص 11، النهارده لا يمكن يقل عن 13. ليه؟ لانك بتتباطأ، فكل ما بتتباطأ كل ما بيزيد الازمه وكل ما الامر
بيكبر اكتر، وبالتالي مفيش مبرر لكل هذا التأخير. حتى الموضوع بتاع الستة مليار اللي هو التمويل الثنائي، اعتقد ان العشرين مليار يوان دول اللي هم بيوازوا تقريبا حوالي 3 مليار دولار، المفترض ان هم يكونوا غطوا التمويل الثنائي. فلماذا كل هذا التأخير؟ يعني ليه احنا ما بنحركش حتى ولو يعني جزئيا في سعر الصرف علشان الدنيا تتحرك؟ كانوا الاول بيقولوا بسبب ان ممكن السوق الموازي يجري، طب هو كل ده ما جريش السوق الموازي؟ طيب السوق الموازي وسعر الصرف واليوان دي بقت خلاص يعني الناس بتتكلم فيها على اعتبارها ان هي بقت اكل وشرب وعيشه، يعني ايه المنطق دلوقتي اللي بيحكم الاستثمار في السوق؟ منطق ان الناس تنتظر تغامر تضارب؟ ايه اللي بيحصل في السوق يعني في اقتصاد مصر كله على بعضه بامانه؟ يعني الناس كلها اتحولت للدولاره بس خالص، وبالتالي كل القطاعات واقفه، كل الناس تحولت للدولاره من اكبر واحد لاصغر واحد، اللي هو زي ما الرئيس قال لك قبل كده بقت سلعه نتيجه ان الناس كلها بس الرئيس قال سلعه والناس هتجري توديها البنك، مش الناس تجري تشيلها في البيوت. على اساس ان احنا كنا هنحرك سعر الصرف، لكن في مستجدات بقى، هذه المستجدات احنا لا نعلمها، او هذا السر في التباطؤ. يعني الرئيس قال كده من فتره على فكره، فهذا التباطؤ من قبل المركزي ومن قبل الحكومه في ان هي تاخد خطوات في هذا الامر هو اللي اوصلنا الى ال 17. الله اعلم، يمكن هم عندهم اسبابهم ما نعرفهاش، لكن احد اسباب الرئيسيه للي انت الارقام اللي انت شايفها دي هي بسبب التاخير اللي احنا فيه ده. طب اذا قرار بسبب تحريك دخول الافراد لما بتدخل في السعر بتعمل اللي انت شايفه ده. تبص تلاقي واحد عرض ب 16، واحد عرض ب 17، واحد عرض ب 19، واحد عرض ب 20، ارقام بقى بتبص تلاقيها ايه، فيها مبالغه شديده جدا. وطبعا في احيانا الناس بسبب الخوف، ما اللي بيحرك الاسواق المال احنا بنقول عليها دايما الخوف والطمع. يعني الخوف من ان الاسعار تجري منه، والطمع في مزيد من المكاسب، هو ده اللي بيحرك الناس او سلوك الناس. شفت فطيره الدولار دي؟ فطيره الدولار اللي عمال الناس اكيد الناس قاعده بتتفرج علينا دي نفسها في ورقتين من دول. طيب الناس بتقول دلوقتي ان قرار تحريك سعر الصرف قرار اصبح قرار سياسي وليس قرار اقتصادي، هل ده صحيح؟ هو في جزء منه سياسي طبعا. لا مش جزء منه طويلة. يعني انه لم يعد قرار سياسي وامني محافظ البنك المركزي. طبعا في جزء كبير منه ليس قرار محافظ البنك المركزي، بس اخشى انه ما يكونش الجزء الاكبر، لان المفترض ان هو يكون الجزء الاكبر في ايد البنك المركزي. لو خرج القرار بشكل اكبر من ايد البنك المركزي هنا الخطوره. يعني زي ما كان الاستاذ عماد استاذنا يعني كان بيقول لحضرتك، مش دايما تعتمد على اهل الصنعه بس في اتخاذ القرار. في الاقتصاد انا اختلف شويه، لان الاقتصاد هنا بالذات في المناطق اللي هي بتبقى على المحك دي او بيبقى في الظروف الاستثنائيه دي يفضل انك تعتمد بشكل اساسي على الاقتصاد. طيب انا لو راجل بتاع اقتصاد انا كنت هتجنن يعني اقعد افكر كده، يا جماعه ده غلط وكل الناس مجمعه على ان ده غلط، انتوا ليه ماشيين في الغلط؟ ظروف مجتمعيه بالتاكيد، يعني ظروف مجتمعيه وخوفا من ارتفاع معدلات التضخم وغضب مجتمعي. لكن ما سمعناه من رئيس الوزراء كان كلام بصراحه يعني في الصميم زي ما بيقولوا، وضح الامور تماما، واعتقد ان كانت كلمته كلها عباره عن تمهيد للاجراءات اللي جايه. وفي سؤال ليه حول يعني مش ده كتير ان احنا نعمل كل ده مع بعضه، قال لو عايزين نتحرك لقدام يبقى لازم نعمل كل ده. على فكره الكلام اللي هو قاله ده اللي احنا كنا بنقوله من 7 اشهر، اللي هي الاجراءات بتاعه الانفاق واعاده هيكله الانفاق، والدوله بتعملها دلوقتي، بتعمل اعاده هيكله للانفاق الاداري والانفاق البعثات الدبلوماسيه وكل ده بيعملوه دلوقتي. فاللي قاله هو ساعتها قال ان كل القرارات دي لازم تتاخد دفعه واحده. صحيح هيكون دواء مر، لكن لازم ناخده، وناخده بايدينا احسن ما ناخده غصب عننا بعد كده. يعني يبقى الامور تحت سيطرتنا افضل ما تخرج عن السيطره. لكن المشكله ان الكلام ده احنا بنسمعه بقالنا 3 اشهر وما شفناش واقعيا حاجه اتخذت. طيب ايه اللي يفترض زي ما الكتاب بيقول كده، كتاب الاقتصاد بيقول ان الدوله تعمل 1 2 3 4 لما تيجي تحرك سعر الصرف والتحريك يبقى 1؟ الكفر ده ملوش غفر ولا ايه؟ خايفه، دول غدارين ملهمش امان. الحق حق ولو طال الزمن. من المعروف ان اخر اعمال كندا علوش في السينما هو فيلم هيبتا، وشاركت في بطولته مع مجموعه كبيره جدا من النجوم. رقم 7 ده عجيب، وبما ان 7 رقم يرمز للكمال علشان كده ما كانش غريب ابدا
إن مراحل الحب المكتمل يبقوا 7 برضو. الفنان أحمد حاتم بيخوض تجربة سينمائية جديدة من خلال فيلم يوم من الأيام. يوم من الأيام بطولة محمود حميدة ولطفي لبيب وهبة مجدي ورامز أمير، وهو من إخراج محمد مصطفى ومن إنتاج حسين قلة ومن تأليف فريد يوسف. فيلم في يوم من الأيام ده إنتاج أستاذ حسين قلة، المنتج الأب الروحي بتاع فيلم أوقات فراغ، وإخراج أستاذ محمد مصطفى برضه هو المخرج الأب الروحي بتاع فيلم أوقات فراغ. فهم كلموني، عندهم فيلم، الفيلم ده بطولة أستاذ محمود حميدة، فيلم بسيط جدا بيتكلم عن فكرة الحب بشكل بسيط جدا. دوري فيه اللي هم عايزيني فيه دور يعني مش كبير خالص، يمكن يبقى 4-5 مشاهد مثلا. ورغم ان احمد حاتم بقى من نجوم اليوم مساحات كبيرة جدا في ادوارهم الفنية، الا ان دوره في الفيلم ده مش كبير. يوم الايام بيتكلم عن قصة سواق اتوبيس، بنعرف حكايته